ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مصطفى هشام. النهاردة هنعمل البروجكت التاني اللي هو الديكشنري. النهاردة هنعمل ترانسليشن من فروم انجلش تو جيرمان. اول حاجة عندنا هنكتب اسم الديكشنري بتاعتنا. هنكتب مثلا ماي ديكت اللي هي اختصار ديكشنري يعني، وهنفتح الاقواس اللي هي بتاعت الديكشنري اللي هي الاقواس اللي طالع منها شرطة دي. بعد كده هنكتب مثلا اي جملة. مثلا انا كتبت I love my friends، فاول حاجة I الترجمة بتاعتها ايش؟ ماشي. هنحط الاي ما بين تو كوتيشن ونعمل نقطتين فوق بعض وجنبها الترجمة بتاعتها، وبعد كده نعمل كوما، وبعد كده ننزل وهكذا، ونعمل مثلا ونكتب love، نكتب الترجمة بتاعتها ليبي وماي ماينه وفريندز فرويند. وطبعا احنا هنحط كومة بعد كل كلمة، بس اخر كلمة ما نحطش عندها كومة. بعد كده نقفل الكوز بتاع الديكشنري بتاعنا. بعد كده هنقول x equal input، نقول له مثلا enter the word that you want to translate، او enter the word وخلاص، مش مشكلة. بعد كده هنقول f ال x equal i print my dict دوت جيت اي. يعني احنا لما نيجي نعمل يعني نيجي لما نيجي نعمل اف، ما نقولش هنا اف اكس ايكوال ايكوال اي برنت ماي ديكت دوت جيت ايش، لا نخليها اي عشان هو لما يجي يتعرف عليها يترجمها هو. كان نقول الف اكس ايكوال ايكوال لاف برنت ماي ديكت دوت جيت لاف، الف اكس ايكوال ايكوال ماي برنت ماي ديكت دوت جيت ماي، الف اكس ايكوال ايكوال فريندز برنت ماي ديكتس دوت جيت فويند فريندز قصدي. بعد كده هنقول else لو دخل اي كلمة تانية غير دول، هنقول له برنت ذا وورد ذيس وورد دازنت اكزيست ان ذا ديكشنري بليز تراي اجين. بعد كده هنعمل run. هنا قال لي enter the word that you want to translate، نقول له مثلا love مثلا مش equal، طلع لي الترجمة بتاعتها اللي هي ليبي. طيب لو مثلا هنا قال لنا مثلا اليوزر دخل اي كلمة تانية، او دخل الكلمة غلط، يعني مثلا عمل love مثلا دبل اي مثلا، وبعد كده دس انتر اللي اكزيست وورد doesn't exist in the dictionary please try again. بس ده كان شرح النهاردة البروجكت، يا رب يكون عجبكم. سلام عليكم.